ترسيخ الهوية السودانية. هذه مسائل الآن أطلقت كمجردات، إذا كانت هنالك نية حقيقية صادقة للتفاعل مع القوى السياسية الأخرى دون عزل أي قوة حتى حاملي السلاح دون عزلهم، يمكن تطوير المبادرة إلى شيء مفهوم وإلى شيء عملي وشيء يعني له أوصاف دقيقة يمكن للناس أن يحكموا عليها. إذا كان هذا حوار وطني بين السودانيين أنا أعتقد أنه لا خاسر فيه، نحن جميعا سنكسب منه. هذا طبعا يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالنية الحقيقية للمؤتمر الوطني. إذا كان المؤتمر الوطني حقيقة منطوين على نية صادقة للحوار الوطني هذا يمكن أن يقابل من قبل القوى السياسية بمقترحات عملية. هذا أمر لا يصعب التحقق منه، يعني سيظهر في الأيام القادمة. إذا كانت المؤتمر الوطني مثلا يدعو إلى الحريات ولكنه يصادر الحريات عمليا هذا سيكون مناقضة واضحة عملية للخطاب. إذن في اعتقادي أن القوى السياسية ينبغى أن توحد قراءتها وأن توحد ردها. نحن سنقدم بعض من هذه الردود كما قدمت قبل قليل في مجال السلم، في مجال خارطة العمل السياسي حتى قيام الانتخابات، في مجال الاقتصادي، في مجال السياسة الخارجية، كل هذه مقترحات عملية سنتقدم نحن بها. لكن على كل حال يعني نجاح هذه المبادرة رهين بالنية الحقيقية للمؤتمر الوطني وقيادة المؤتمر الوطني في قيادة حوار وطني حقيقي. هو مجرد واسعة لحوار.